قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرازيلي إن البلدين متفقان على أن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة ينبغي أن تتوقف فورا، مشددا على أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب لا بد من محاكمة المسؤولين عنها أمام العدالة. نحن متفقان على أن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة يجب أن يتوقف فورا، أن تتوقف فورا، على أن المجازر ضد الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تنتهي. هذه الحرب الإسرائيلية على غزة عدوان يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وترتكب إسرائيل خلاله جرائم حرب يجب أن يواجه المسؤولون عنها العدالة. وبعد أكثر من 5 أشهر من هذا العدوان نرفض أي محاولة لتبريره، فقتل الأبرياء ليس دفاعا عن النفس، قتل أكثر من 12,000 طفل فلسطيني ليس دفاعا عن النفس، تدمير مجتمع كامل لا يمكن أن يبرر بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن أن يقبل على أنه دفاع عن النفس.